فيما يخص القطاع العمومي، ان جروب كيما صيدرست ان جروب استراتيجيك، لانه يساهم اولا في بعث انتاج صيدلاني محلي، وثانيا يعتبر استراتيجي لانه يساهم في الحمايه يعني على الصحه العموميه بدون اللجوء كل مره الى الاستيراد، ولا في اشكال كيما هذه الجائحه اللي طاحت لنا، حتى الاستيراد بالسوارده نتاعك ما تقدرش. نشوفوا العالم كامل عاد يحارب في بعضها، يسرقوا لبعضهم يعني بعض المواد الطبيه، والناس اللي فكرت يعني في بدايه السنوات الاولى من بعد الاستقلال في صناعه صيدلانيه فكرت بهذا المنطق، يعني الاستقلاليه فكرت منطق استراتيجي، ولو فيه بعض الهفوات في التسيير ولا في الاستشراف، ولكن المنطق في حد ذاته كان اصوب، ما كانش اعرس. يعني يفالي افوار اون اندستري ناسيونال كي سوا كابابل دو نو زوتونوميزي اي دو نو سيكوريزي ان كا دو بروبليم دو سو جونر. ها هو الحل حق البروبليم. اليوم شفناه ليكزيستونس دو سيت اندستري ناسيونال ميم افيك لي ديفيكولتي كال رونكونتر راهي عاونتنا، يعني باش نقابلوا نسرس كيم بارتي نتاع هذا الاشكال هذا. لو كان ما جاتش كاينه اصلا، ولا عولنا على دي جروب اللي ما عندهمش يعني التصاق مباشر بمصير الجزائر والجزائريين، اليوم نلقاو روحتنا يعني خسران ريان دو تو.